السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح حاجة جديدة في برنامج المايكروسوفت تيمز، وهي إزاي إن أنا أقدر أعمل أساينمنت أو كويز للطلاب أو للترينرز اللي موجودين معايا في التيم. بداية هنبدأ نتعرف إزاي أقدر أبني الأساينمنت أو الكويز. تاني شيء أشوف عن طريق من طرف الستودنت أو الترينر هيشوف الأساينمنت إزاي وهيبدأ يحلها إزاي. ثالث شيء ازاي اعمل اكسبورت للجريدز او للفيدباكس اللي انا هديها للطلاب. نبدا اول مرحله ان ازاي ابني اساينمنت. طبعا بخش على التيم اللي انا حابب اعمل له اساينمنت، بدخل من قائمه اساينمنت، هعمل كرييت. هنا بيديني الخيار هل assignment ولا quiz ولا from existing. from existing ده لو كان في assignment انا عملها قبل كده او quiz قبل كده هبدا استخدمه، او assignment لو انا هبدا اعمل زي مهمه كده بيني وبين الطلاب. اسم المهمه مثلا او اسم التاسك اللي انا هشتغل عليها وليكن بوب quiz 1 سوري. او تاسك 4 of the project. بعدين هنا الانستراكشن، الانستراكشن ديت الخطوات اللي المفروض يتبعها الطالب في حال الاساينمنت، او لو انا حابب ان هو يجاوب لي على مجموعه من الكويشنز هبدا اكتبهم له هنا. what مثلا، what is the last code of your project. تاني حاجة مثلا what you will do next. هنكتفي بالسؤالين دول. المفروض الطالب هيظهر قدامه الأسئلة ديت، هو هيجاوب لي عليها في ملف وورد وبعد كده يرسلها لي وأنا أبدأ أقيمه على هذا الأساس. طبعا لو حابب اضيف فيديو او باوربوينت او اي ملف يساعد الطالب في حل الاساينمنت ببدا اضيف له على حسب اللينك اللي عندي، لو عايز اديله رابط على اونلاين، او لو عندي في الوان درايف عندي ملف وورد باوربوينت او فيديو اقدر اضيفه كمساعده. طب لو ما عنديش على الوان درايف اقدر اعمل ابلود فروم ديزيز ديفايس وابدا اختار سواء فيديو او اي ملف يساعد الطالب في حل الاساينمنت. بعد ما برفق وخلص ببدا هنا مرحله احدد له امتى هيبدا الطالب يحل وامتى هتنتهي الاساينمنت او الموعد بتاع التسليم. هنا طبعا اساين تو انا بحددها لكل الجروب اللي عندي هنا. لو انا عايز بعض الطلاب بس من الكلاس ده كله كامل ببدا اختار الطلاب من هنا واحدد له الاخر. انما لو سبت all student معناها ان هي هتنبعت لكل الطلاب الموجودين معايا في teams، او بالنسبه للترينرز هيبقوا موجودين هينبعت لهم نفس الاساينمنت. نيجي هنا للتاريخ او الوقت اللي هيبدا فيه الاساينمنت وليكن تاريخ اليوم اللي هو 16/3/2020، وهنا التايم اللي هينتهي فيه الاساينمنت، يعني بعدها ما يقدرش يسلم او ما يشوفش الاساينمنت بتاعتي. هنا هختار الوقت بتاعي وليكن 11 بي ام، يبقى كده مفتوح معايا وبعد كده ابدا اعمل اساينمنت. طبعا لو عايز احفظ ولسه هضيف بعض الاشياء بعمل سيف واكمل، انما اساين خلاص هيبدا يعمل يتنشر على الحسابات الخاصه بالطلاب، هيخش يلاقي موجود ان الاستاذ بعت له اساينمنت ولازم يحلها عشان يسلمها قبل الوقت المحدد. في هنا كمان نقطه هنا اللي هي البوينتس. الاساينمنت هنا هديله فيدباك يعني جود فيري جود اكسلنت، اما لو انا حابب ان انا اديله كدرجات ببدا احط له هنا قيمه الدرجه اللي انا المفروض هقيمه عليها. طب هنعمل اساينمنت هنا المفروض ايه الاساينمنت بتاعتي؟
اتحددت وبعتت لكل الطلاب. نيجي من الطرف الثاني اللي هو الطالب، الطالب هيشوف الاساينمنت ازاي؟ انا هخش على جروب ثاني لما بوت اساينمنت عشان اشوف انا كترينر عادي وليكن الاسسمنت ديت اللي هي مانداي تاسك، بتبان معايا ان التاسك موجوده فيها ادي الاسئله بتاعتي، وانا المفروض هنا طبعا ان البوينتس لو هو ضايف بوينتس هنا اعرف الدرجه من كام، وهنا الديد لاين. طيب لو انا قلت له عايز اجاوب بقى على الاسئله ديت بعمل اد وورك واختار نيو فايل وورد دوكيومنت، اسمي الدوكيومنت طبعا باسمي الترينر او الستودنت، شرطه مثلا الاي دي بتاعي، بعدين اقول له اتاتش. هنا الملف الوورد اهوت موجود معايا، هبدا افتح الملف الوورد وابدا اكتب في الداخل الاجابه على الكويتشن 1 وكويتشن 2، وليكن هنكتب كويتشن 1 انسر واكتب الاجابه بتاعتي، بعدين كويتشن 2 انسر واكتب الاجابه بتاعتي. بعد ما بخلص طبعا اوتوماتيك ما بعمل كلوز، معناه ان هو اوتو سيف بيحفظ تلقائي، بعمل كلوز للدوكيمنت بتاعي، المفروض كده اتسلم الملف بتاعي عند المستر او الترينر اللي موجود او اللي بعت لي الاساينمنت. حتى المفروض ارجع انا كترينر اقيم الاسسمنت، طبعا ديت اللي احنا لسه رفعناها ما فيش حد طبعا المفروض يكون دخل عليها، فانا هبدا اقيم كاسسمنت كانت موجوده من قبل ومتحدد عليها، بيظهر معايا الشكل اللي قدامنا ده. بعد ما الطلاب بيبداوا يعملوا لي الحلول ويرسلوها بتظهر قدام طبعا نوت تيرند ان، ده معناه انه ما حلش، في فيويد يعني شفه. لو دخلنا هنا على فيويد هيفتح الملف الوورد مكتوب فيه كلمة هيلو مثلا، طبعا بقدر اديله من هنا فيدباك وليكن اكسلنت، واقول له كلوز. طبعا هنا التقييم بيكون اتحط له كفيدباك الاستاذ اللي هو راضي. طب خلينا احنا نشوف بقى، انا عايز دلوقتي بعد ما كل الطلاب المفروض سلمت، المفروض بيجي لي هنا اللي انا قيمتهم، بس في عندي اثنين انا قيمتهم وهنا اللي لسه ما دخلش على الاساينمنت ولا حلها. في الحاله ديت انا بقى في الاخر بعد ما اكون حصلت على كل الدرجات ببدا اضغط على اكسبورت تو اكسل فايل، ما بضغط اكسبورت بينزل لي في ملف الداونلود بينزل لي الملف اللي هو موجود فيه كل اسماء الطلاب بالدرجات او الفيدباك اللي انا اديتها. خلينا نروح كده للداونلود نشوف الملف بتاعي في الداونلود، هنا هلاقي الملف اهو نزل عندي، نفتحه كده ونشوف، هلاقي اسماء الطلاب زائد الفيدباك او اسماء المتدربين زائد الفيدباك اللي انا اديته لهم على الاساينمنت. هنا اهوت زي ما احنا شايفين هلاقي الفيدباك اهوت موجود معايا اللي كان محطوط من قبل، بيجي لي اسماء، الاسم الاول الاسم الثاني والايميل، وبيجي لي الاسسمنت او الفيدباك اسسمنت اللي موجود معايا او اللي انا ضفته على الاسسمنت بتاعتي. كده يبقى انا قدرت ان انا اعمل اسسمنت وشفت الطالب هيحلها ازاي، وبعد كده قدرت ان انا اعمل حفظ لجميع الدرجات. طبعا لو على بوب كويز او كويز هيبقى باين الدرجات معايا هيبقى ماركس، وابدا اعمل لها اكسبورت يبقى انا معايا مستند بدرجات الطلاب اللي انا عملت لهم الاسسمنت او الكويز. نفس الطريقه هي لو انا حابب ان انا اعمل كويز ارجع باك، بس بدل ما كنت بختار اسسمنت اعمل كرييت كويز. هنا الكويز بيفتح لي على صفحه الفورم المايكروسوفت فورم، هنا طبعا لو في عندي فورم موجوده اوريدي ببدا استخدمها، او ان انا بعمل نيو فورم، فبالتالي المفروض هنا بس عشان الرابط مش فاتح بيفتح لك على صفحه مايكروسوفت فورم، وابدا ابني الفورم بالكويشنز اللي انا عايزها وهي تظهر للطالب، وبرده يبقى نظام التقييم بنفس الطريقه اللي احنا قلناها في الاسسمنت.
ده ببساطة ازاي اقدر اعمل اسسمنت واعرضها للطلاب وابدا اعمل اكسبورت للفايلز بالدرجات او الفيدباك اللي انا عملتها. ان شاء الله نشوفكم في درس جديد باذن الله. موسيقى